كمان الشروق قالت أنه بيتسلم مرتين لسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تقرير فني عن اللاعبين اللي تواجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب لخوض مباراة شبيبة الثورة الجزائري في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات واللي حسمها الفريق بثلاث أهداف دون رد. ويرغب لسارتي في الوقوف من خلال التقارير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين أفريقيا وكذلك اللاعبين الذين يستكملون البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة. شهد معسكر اسكندرية غياب بعض لاعبي النادي الأهلي وهم وليد سليمان، صالح جمعة، باسم علي، أحمد علاء، إسلام محارب، شريف إكرامي، محمد نجيب، أحمد الشيخ، وعمر جمال، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وهشام محمد، واللي خاضوا تدريبات تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية. يذكر أن النادي الأهلي يستأنف تدريباته بعد غد يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات المسابقة الخاصة بالدوري المصري الممتاز.